أنا الآن في بداية الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحومة هالة عبد اللطيف عودة رحمها الله وأسكنها في سيرة جنات. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها وذرية خيرا من ذريتها وقها فتنة الخضر وعقاب النار. اللهم أعطها برحمتك وارضاك وقها فتنة الخضر وعقاب النار. اللهم إن كانت مسيئة فزد في حسناتها وإن كانت مسيئة تجاوز عن سيئاتها. اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ادخلها جنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم أنسها في وحشتها وفي وحدتها وفي غربتها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم افسح لها في قبرها مد البصر وافرج قبرها من فراش الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد.